مشاهدينا مطبعين الأعزاء متابعي لايف قناة القاهرة 24، أصلا بحضراتكم في تغطية جديدة من داخل مدينة الباجور بمحافظة المنوفية. زي ما حضراتكم شايفين استوصى جديدة لعدد كبير من ذوي المعاشات اللي بيقولوا إن معاشهم تم وقفه بعد 5 سنين كانوا بياخدوا معاشات وفجأة معاشهم اتوقف، وطبعا كانوا كمان جايبين قروض على المعاش اللي بياخدوه، فجأة المعاش اتوقف وأصبحوا في حالة مادية حرجة للغاية. المعظم جايب يعني قروض على المعاش، بيجوز بناته، الحالة المادية ليهم سيئة للغاية. الآن متواجدين مع حضراتكم عشان نرى لحضراتكم تفاصيل المشكلة. حاج أهلا وسهلا بحضرتك ومنورني. اهلا بحضرتك يا فندم. عرفني بحضرتك واحكي لنا بالظبط ايه تفاصيل المشكلة. انا اسمي عماد حمدي عبد الحميد شراره من جروان. انا سمعت ان فيه معاش من 2019 وشرى مده، احنا شرينا المده وما شرينا المده قبضنا في 2020 على 3 شيكات. المهم احنا قبضنا وسستنا نفسنا ان احنا لينا معاش، وبناء عليه رحنا على البنك جبنا فلوس من البنك اقتراض بضمان المعاش. وبعد 5 سنين من المده اللي احنا قبضناها لقينا مجموعه كلها معاشها اتوقف. ليه؟ احنا ما نعرفش، ان احنا مش اصحاب عمل، لكن احنا اصحاب عمل ومعانا اوراقنا واثباتاتنا ومعانا توقف ضريبي ومعانا وقف من الرخص ومعانا كل الاوراق الموجوده مطلوبه موجوده عندهم هناك في الدوسات. فبناء عليه قالوا ان انتم مالكوش منشاه، احنا اصحاب منشاه وادي وصل من التامينات بان انا كنت بدفع منشاه، وقفوني وقال انت ما عندكش منشاه. ازاي انا ما عنديش منشاه وكنت بدفع تامينات؟ ادي وقف اقرار ضريبي ان انا وقفت يوم 17/6/2019 بناء من التامينات. ادي رخصه محل ان انا كنت صاحب محل وصاحب عمل. ازاي انا مش صاحب عمل ووقفوني ان انا مش صاحب عمل؟ دلوقتي انا اسود اتشردت ومعانا مجموعه عباره عن 40 فرد متشردين مش لاقيين ناكل. بقالنا شهرين مش عارفين نعمل ايه. رحنا البنك راس الاجتماعي، رافع عايز فلوس منا، التامينات عايزه فلوس منا. كنتوا جايبين قروض من البنك، من البنك على المعاش، على المعاش بضمان المعاش. جبنا كل واحد جاب 3 قروض، اللي بيجوز بنته، اللي بيجيب مصلحه لحاجته، مش لاقيين. هو ده المجال اللي عندنا، لان احنا عندنا 60 سنه و70 سنه وما عندناش عمل تاني، مفيش اي مصدر دخل تاني ولا اي مصدر دخل. التامينات طلبت منا ان احنا نوقف اي نشاط، وبناء على طلب التامينات احنا وقفنا النشاط بتاعنا. وبعد المده 5 سنين و3 اشهر لقينا معاشنا اتوقف. ليه؟ نوصل لاي جهه مش عايزه تدلنا على اي شيء. تحط 5 سنين بتقبضوا كان الوضع تمام. تمام، وسلمنا نفسنا على هذا النظام. ورحنا بنك ناصر الاجتماعي اقترضنا 3 قروض، وكل قرض كنت بروح التامينات والمعاشات يديني اورنيك ان انا اقبض من البنك ناصر الاجتماعي. وكان طبعا الشهري كان بيتخصم من المعاش، من المعاش مباشر. ويديني بقيه اللي اذا كان مثلا باخد 2000 بيديني مثلا 250 وبحمد ربنا اللي عليه. باقي من الملك. اللي باقي مني من المعاش. فدلوقتي الاسره بتاعتنا كلها متشرده ومعايا 40 فرد بهذا النظام. فاحنا ايه مشكلتنا؟ احنا اصحاب عمل وعلى حق، واوراقنا موجوده وورق ضرائب موجود ورخص موجوده، وكنا سواقين وقفلنا السواقه كمان. دلوقتي اصبحنا ملناش اي مهنه، لا نمشي على طريق ولا ناكل لقمه عيش. بالنسبه للمحل قفلناه اللي قال يبقى صاحب عمل. احنا موقفنا دلوقتي احنا بننادي نداء انساني ان احنا عايزين ناكل ونشرب ونتعالج. منين؟ منين؟ احنا دلوقتي ما عندناش اي دخل، قاعدين متشردين في قلب الشوارع، عيالنا عايزين تاكل، احنا قاعدين لا عارفين ناكل ولا نشرب. دلوقتي في حاله غلاء، الغلاء ما كانش المعاش، ما كانش المعاش بتاعنا مكفي. محتاج دلوقتي تحل موضوع المعاش عشان ما فيش اي مصدر دخل تاني. ما عندناش غير المعاش. المرضى اللي مريض بالسرطان واللي مريض المعوق والمعوق والمركب مسامير كلنا مرضى. احنا من عندنا ضغط وسكر ولا عارفين نجيب علاج. طيب يعني ضغط وسكر. عرفنا بس بحضرتك الاول. انا اسمي محمود محمد طلعت زي انت طف وشو مزاج. قعدت كنت سواق اصلا في الاصل، ودفعت من السواقه بيقتفضوا مني من سنه 2001 ل 2019. ولما رحت اساوي زي ما هم 18 سنه بتدفع. بدفع للسواق كده طبعا بتتخرب. يعني السواق اللي بدفع له من 2001 ل 2019 وسويت على هذا الوضع، قالوا لي انت هتحتلي بصاحب عمل، قلدت صاحب عمل عشان عندي محل، وقالوا له المحل، محل احذيه في كفر شبرا، وقالوا تمام زي الفل، يبقى انت كده هتطلع. طب هتدفع ايه؟ دفعوني حوالي 12000 جنيه، 12000 طلعت على يعني 900 جنيه، يعني انا اصرف 900 جنيه لمده سنه، دافع انا 12 و200، هقعد سنه بحالها كاني ما بقبضش.
قلت عادي الحمد لله اتطردت بهذا الوضع. رحت اتجوز بنتي بقى، ما انا جبت قرض عشان اجوز بنت، جبت بنت ناصر. جبت قد ايه؟ جبت 80,000 من بنت ناصر، وبنت القاهره 25,000 وعشان اكمل بقيه حاجه البنت. طبعا دلوقتي معتمد ان انت بتاخد بقى ان انا باخد من المعاش وهتسدد كل شهر، بتقسم منه بتبقى زي الحاجه بعد ما قال بتبقى كل واحد مننا 100 200 300. قلنا عادي رضا الحمد لله، بحيث ان احنا طول ما ربنا بيدينا الصحه دي احنا شغالين. انا الحمد لله جالي الضغط والسكر معايا ورق يثبت بكده. طب هشتغل ازاي بعد ما انا ما بقى عندي ضغط والسكر، زائد رخصه اتسلمت، زائد المحل اللي انا كنت فاتحه النشاط اللي قالوا لي اقفله، قلت له انت ما ينفعش افتح. لا طالما انت سويت يبقى تقفل المحل. طب انا قفلت، ما ينفعش تمارس اي نشاط. لا يا باشا ايه بقى، ما اقدرش امارس بقى غير انا سواق بس، طبعا ما بتوصلش زي الاول يوم عند ده و10 لا، لان انا باخد ضغط وسكر وعندي ورق بيثبت كده، وكل الورق اللي مع الحاج عماد ومع الاخوه كلنا معانا زيه. طب انت بعد ما عملت فينا كده وطلعنا معاش قابض معاش 4 سنين ودخل في السنه الخامسه وتقول لي انت مالكش معاش ازاي؟ طب نعيش ازاي؟ طب احنا المشكله دلوقتي احنا هتحبس يعني. انا عشان القروض اللي عليكم، عشان القروض، وعشان ازاي بقى انا كنت سواق وسلمت لك رخصه وبقيت صاحب عمل وقلبت قصه كده ما بناش فاهمينها، واجي دلوقتي ما قبضش. طب ادفع القروض اللي عليا ازاي؟ انا عايز بس قولوا لي يعني بلاش تكون المسؤول، ندفع القروض ازاي؟ اهم شيء القروض، زائد ان بعت لنا بقى التامينات على الجواب بيقول لك انتوا خدتوا معاش بدون واجه حق. طب ازاي؟ اللي هم الخمس سنين من 2019 اللي انت طلبته مني قلته لك قدهم 78,000 جنيه منين؟ 78,000 جنيه اللي انت قبضتهم من خمس سنين. انت عايزاهم، طب هجيبهم منين؟ ده انا لو بعت عيالي مش عارف اجيبهم، هجيبهم منين ساعتها؟ ما احنا بنناش المسؤولين، ارحمونا ارحمونا. ده انتوا يعني كده عشان بس انت عايز تحل قصه المعاش دي، بس عايز معاش يرجع زي الاول. انتوا حضراتكم حررتوا محضر قسم الباجور برقم 1366 لسنه 2024 اداره الباجور. ايوه في ناس معانا حررت محضر وفي ناس ما حررتش، زائد كمان ان احنا مش فاهمين. 40 واحد تقريبا كده، 40 واحد. فانا قاعدين سعادتك يشوفوا لنا حد مسؤول يحل المعاش ده، كده كارثه. احنا هنتحبس كلنا، مجموعه منهم كبيره يعني. طيب مجموعه منهم احنا كده هنتحبس. كل الناس دي متضرره برضو في نفس الامر. هي 29 كلها بتاعت الناس اللي هي متضرره، عباره عن 37 فرد 37 متشردين، مش لا بيوتهم مخروبه، عدم اقساط للبنوك، يعني مش عارفين ياكلوا ولا يشربوا، هو البنك هيرحمنا، ومهددين بالحبس فدلوقتي احنا عايزين يعني معاشنا يرجع لنا بحيث ان احنا ناكل ونشرب زي الناس. زائد ايه احنا بناخد ايه؟ بناخد 900 جنيه ثلاث ارباعنا بننام بره، فين بقى نخش بيوتنا كمان؟ يعني احنا لما انام انا في الراجل بقى عندي حاجه وداخل على حاجه و 57 سنه وبنام في الشارع عشان انا اخاف. دلوقتي انا عايز اعرف ايه مشكلتنا وايه موقفنا او ايه احنا عملنا الغلط في ايه؟ دلوقتي لما احنا رحنا التامينات وقدمنا اوراقنا واللجنه قامت قالت ان اوراقكم دي سليمه مره واثنين وثلاثه، ان الاوراق دي سليمه، ازاي ان احنا مش اصحاب منشاه واحنا اصحاب منشاه؟ احنا اصحاب منشاه فعلا ومعانا اوراق تثبت ذلك، وبناء عليه قفلنا في 2019 وقبضنا في 2020. زي ما قالوا اقفلوا بقى، قبضنا خمس سنين وثلاث اشهر. ازاي معاشنا يتوقف يعني فجاه؟ الحجه اللي اعتمدوا عليها في ايقاف معاشكم قالوا لكم ان انتوا مش اصحاب، مشروع وهمي نشاط مش حقيقي. لكن احنا نشاط حقيقي، هم نزلوا شافوا الموقف يعني، نزلوا ناس من الدرايف شافت المحلات دي، عندنا محلات وناس من الدرايف جت وشافته. طب انت ازاي بعد خمس سنين جت تقول انت محل وهمي؟ ده يا استاذ سالت واحد ما بيحبنيش، ده وصل تامين بيندفع للتامينات، ازاي انا مش صاحب منشاه وانا رقم التاميني قدام حضرتك؟ عد زي ده بالظبط، ده رقم، ده وصل تاميني بدفعه كل شهر ب 105 و150 و200 جنيه لمده 20 سنه، معاشي يتقطع ازاي وانا كنت بدفع تامينات؟ ده وصل تاميني يعني، انت الدوله تقدمت منها تامينات، ده اقرار ضريبي ان انا في 2019 ان انا اوقف الضرايب بتاعتي، يعني انا كنت صاحب منشاه، ازاي انا كنت صاحب منشاه؟ ده اقرار ضريبي ان انا قفلت في 2019 اللي انا قبضت فيه 2020 بناء من التامينات طلبت مني ان انا اقفل الاقرار الضريبي. ما ينفعش يصرف معاك بقى وفتح بناء دي رخصه محل يعني كده بيشردونا، تقفل نشاطك، قفلت نشاطك، ازاي انا مش صاحب عمل ودي رخصتي لحد 2019 لحد ما قبضت؟ انا كنت سواق مديني المده الثانيه لقابة السواقين تقفل الرخصة، ليه؟ قال لي عشان اديك علاج، لا شفت علاج ضحك عليا كمان، لا اداني علاج ولا حاجة. يعني أنا دلوقتي لحد 17/6/2019 صاحب منشأة، إزاي أنا مش صاحب منشأة؟
انا برشد المسؤولين، عايز اكل واشرب زي الناس واعيش زي الناس. وخبطت البيبان كلها ما حدش عمل لنا حاجه. انا مريض، انا متشرد في الشارع انا واولادي. الف من السلامه لحضرتك وباذن الله يبارك لك. الله يبارك لك يا فندم. مشاهدينا طبعا كما ترون استغاثه عاجله بمحافظه المنوفيه تحت من مدينه الباجور. حتى جواب من الزراعه عندنا 34 شخص زي ما حضرتك شايفين تم ايقاف معاشهم. بعض كانوا بيقبضوا 5 سنين من المعاشات، فجأة معاشهم اتوقف، وكمان مطالب منهم ان هم يردوا ال5 سنين اللي قبضوهم من 2019. ويراول حضراتكم خلال البث التفاصيل، وتم تحرير محضر امام حضراتكم برقم 1366 لسنة 2024 اداري الباجور. مشاهدينا طبعا اعزائي بشكر جدا على حضراتكم محمد عاطف عبر كابل لايف قناه القاهره 24. لكم مني جزيل الشكر والى اللقاء.